حتى المؤتمر في حد ذاته تاع الفيدرالية سمينا على زايدي رحمه الله عضو مكتب الفيدرالية. ونظن باللي احنا الشغل الشاغل هو اننا تخرج قيادة جديدة وتكون عندها طموح العمال وحل كل مشاكل العمال، لانه احنا ماهوش ضد الطابع السياسي لكن ضد الطابع اجتماعي على صحة العمل. شاركنا في هذا المؤتمر لاختيار المكتب الجديد، يعني لتجديد العهدة للمكتب الجديد للفيدرالية للبترول الغاز والكيمياء، وذلك لاختيار الرجل المناسب في المكان المناسب إن شاء الله الذي يقود ويخدم مصلحة البلاد. كان فرصة لنا باش نحتكوا بالكبار تاع الاتحاد العام للعمال الجزائري خاصة الأخ عرب. في هذا المؤتمر كان ناجح بامتياز، اليوم شفنا الروح الأخوية، جو ديمقراطي، هذا شحال ما شفناهاش في الاتحاد العام لعمال الجزائريين. الحمد لله احنا نشكروا المسؤولين القاعدة الاتحاد العام لعمال الجزائريين.